إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من إقليم لفقي بن صالح، من دوار ولاد مراح، بالضبط أرملة. يعني ولات كتزحف، ما بقاش كتقدر لا تخدم ولا تمشى بعد ما توفى الزوج ديالها مدة 7 سنين. دابا عندها 4 ديال الوليدات، ما قدرش تصرف عليهم، ما قدرش تخلص الكرا اللي كيتجمع عليها 3 شهور ما خلصاتوش. يعني خليكم مع هاد السيدة. تفضل لاله، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم ديالك؟ أنا رشيدة الشاوي، رشيدة أرملة الرجل دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الشاوي رشيدة من مدينة الفقيه بن صالح، ماشي في قبل صالح، ولاد المراح. ولاد مراح سيدي عيسى. ميت لي الراجل 7 سنين هذه، وخلي لي 4 د الوليدات، شحال في عمرك انت؟ وغافل الكرا. في عمري 45 عام، 1979. مات 7 سنين هذه، 2017 نهار 4 في شهر 2، خلى لي 4 د الوليدات. دابا عامين هذه باش عرفت راسي عندي الهشاشة في ركابي، وكنت تهرست من المرود وما درت لا عملية لا والو، ما صدتش اللي يعاوني، ما صدتش اللي يوقف معايا، وتكرك عليا الكرة بزاف. والحالة شحال ديال القسط؟ وكاري ب 14 ألف، شحال ما خلصتيش دابا؟ ما خلصتش. ثلاثة تفضل كملي لي. عندي 3 شهور ديال الكرا، و3 شهور ديال الضو، وشهرين ديال الماء، والمصروف ما عنديش. ما عندي باش نوكل وليداتي، ما عندي باش نهزم، ما عندي باش نخلص، ولا باش نوقف مع ولادي. ما بقيتش انت نقد مريضة نخدم. بالضيقة، انا كتستعمل عندي الرابوس؟ الضيقة، مريضة بالضيقة، وعندي الحساسية، تنستعمل الرابوس، تيجيبوا لي غير الوجوه، ما تنصيبش باش نشري. الا جاوا الناس هكايا من برا، تيجيبوا لي هاد الروابط ديال برا، ماشي ديال هنا، كاينينش ديال هنا. شوف وين اه، هي ماركة ديال برا. ديال برا. اه، هادو ديال برا، تيجيوني من برا. كملي ليا، تفضل كملي. وما عنديش اخويا لا ثلاجة لا تلفازة لا ماكينة الصابون لا فريش لا تي شي حاجة. ولادي يعني محرومين من كل شيء، وصافي محرومين من كل شيء. انا ما عنديش حتى الدقيق ما ناكل، غير تنطلب لهم الخبز ما ياكلوا. حاليا باقيين بلا فطور، غير تنطلب لهم باش ما ياكلوا وصافي. وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. انت تشوف الحالة هي هذه، انت تشوف كل شيء على عينك. لا اله الا الله وصافي. انا تنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، وتنتمنى من الله ومن المحسنين ومن الله تبارك وتعالى تكون عندي غير السكينة ديالي لراسي ونحيد. تفضل كملي لي. تنتمنى من الله ومن المحسنين يتعاونوا معايا ويشوفوا لي شي مويحين نستقر فيه، ونحيد غير من الكرا. حيت انا ما بقيتش قادر على مصروف الكرا ولا مصروف وليداتي، حيت انا عندي الهشاشة، ما قداش نخدم، ما غادي يخدمني حتى شي حد. واني 45 عام، راه ما غاديش يقد يخدمك شي واحد. هادشي اللي كاين خويا، والله يرحم نمرة بيا ديال الوالدين. التليفون الا بغيتو نمرة نعاودها لك؟ التليفون 056 56 66 01، عاودي لنا النمرة. 056 56 66 01. الله يجازيكم بخير، الله يرحم بيا الوالدين. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وقت اخرى هادي، انا ما بقيتش قديت، وما كاينش اللي يعتقني، وما كاينش اللي تيعتقني حتى بشي حاجه، حتى بشي قالب ديال السكر ولا باكي ديال اتاي. لو وقفتي على شي واحد تيقول لك ما عنديش، يعني ما تيرحموش. يعني امراه ارمله ما تترحمش، كما كان النوع ديالها ما تترحمش. ماشي بحال الوحده عندها الراجل ولا عندها اللي يجيب ليها وعندها اللي يمد ليها، ماشي بحال وحده ارمله. وحده ارمله يعني الشكوك كلها متكيه جهتها، يعني ما تيرحم حتى شي واحد عندها، تيقولوا عندها، وانت من طالع بك الى الله تبارك وتعالى، ولا اله الا الله. متابعينا مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعتوا هي قصه صادمه لهذه السيده الارمله. 4 ديال الوليدات مجموع على 3 شهور ديال الكلى، ما صابتش باش تخلصهم، ما صابتش ما توكل لولادها، مريضه بالضيقه، عندها مرض الهشاشه، امراض مزمنه كتعاني منها. كنتمنى انكم تفاعلوا متابعينا مشاهدينا الكرام ايجابا مع هذه الحاله، انكم تتواصلوا معايا الا قدرتوا تساعدوها بطبيعه الحال في الرقم الهاتفي اللي كاين في العنوان ديال البث المباشر في اللايف.